استاذ حسن صالح مالي كم سنه مسكين، مو مسكين عزيز ان شاء الله. استاذ حسن صالح كم سنه بين اربع جدران في المستشفى عازلين عن كل شيء بالحياه، هو يا الجدران لا احد يروح له لا احد يجي له، يمكن احب بعد اهله كذا، بس انه في النهايه هذا هو، لا يا احد لا هم يحزنون يرفضون يرجعون اياه في سجن انفرادي سنوات، صعب واقعا صعب، وبعد مرض وبعد تضييق وبعد 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 بعد تتكلمون ان انتون وديتون فلان عالجتونه مع استاذ حسن دخل يواقف ويطلع من عندكم قاعد